العيون مؤسسة الوسام. اسم عنوان على التصوير على اليوتيوب حمود البدران برش الغالي حبيبي. أدعس يا شيخ. تدري في دمع من العيون يا ابو رشا في ما حد جبارك تدخل تدري في دمع من العيون وان خليت قلبي مطعون مع دقبل ردي بنوبه مسكين وان خليت قلبي مطعون مع دقبل ردي بنوبه انت البعدني كيفك لا تقول البعيد حراك صحيح وبحكمها ما احتارت وعلي الدنيا جارت وبحكمها ما احتارت يلا 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 خلت القلوب صارت كل يوم بحبك مجنون وخبت القلوب صارت كل يوم بحبك مجنون ابي راس اشرب يابا كافي توصفني كافي يا مالك القلب الصافي عمري عليها شدها محبتك ما أعطيها لولا عمري عليها أبكت الدنيا وما بيها صدقني لك مشتاق والكفة دمع الماء ينطق ما ينفع بعدها نفرق يا يابا بعد انت البعدني بكيفك لا تقول البعود حراك والله صحيح حبيتك مني تزغير عليش مني دي وطير يا عليش والحبيتك منك زغير عليش مني دي وطير كنا مثل العصافير تحسدنا كل العشاق اسمع يا عبوب كنا مثل العصافير تحسدنا كل العشاق قراص عبر يا تالي هو الكفة الدمع الماء ينطق ما ينفع بعد الفراق خلق المكيف على اليوتيوب العين على النعيم حبيبي على النعيم خلق المكيف انت البعدني كيفك لا تقول البعود
يا شباب. ها عبد الروس يا ولو عذبتنا يا علي وبهجرانك يا غالي عذبتنا الليالي وبهجرانك يا غالي اشتد اشتد هسه عرفت بالتالي انك صديق المغيوب وكفة دمعة ما ينطق ما ينفع بعد والفرق انت البعتني بكيفك لا تقول البعود حرق ما صار بعد دبت دبت عبد الروس لمسد ولمسد وعبري التالي يلا يا ابو ادخل رب المبسم ولو لبست ولد مجسم ادخل رب المبسم دمج دمج ها خد عايش شحالاته مرشوش فوق وسمسم اول خد عايش شحالاته مرشوش فوق وسمسم وش اسمه يا والعلموني عطى السهر بعيوني وش اسمه يا والعلموني عطى السهر بعيوني بعد اول خاف يروح وما اشوفه براسي تيق جنوني بعد بعد يا حبيبي قطع يا شيخ قطع يعني يا اهلا تحيه وسلام لعيون الاستاذ الكينج خالد شيرو سبايدر الاورغان خالد شيرو يعني زلزال الموصل خالد شيرو واحمد اجبوري اجبور عز اجبور بس اجبور وهاي من عبود الدليمي لعيون الزعيم الفنان احمد اجبوري وعلى راس احلى الدليم والله والنعم اخوت وضحى الغربيه بعد اول مبسم كان ملبس قطر العوها مغمص عاشو دباجة عاشو اول المبسم كان ملبس قطر العوها مغمص يلا 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 خد هيا ورد الجوري جبار القالب يغرس والخدها يا ورد الجوري وجبار القالب يخرس ليه هزت بالخواصر تقتل عاشر عناصر يا ابا وليه هزت بالخواصر تقتل عاشر عناصر عيون طارق الامتياوتي حبيب قلب الغالي على النعيمي العيون عريس الغالي محمد العبادي وشايف الخير اكيد الدعوه من طارق الامتياوتي على النعيمي تحياتنا لكل الحضور كل السهرانين وعراس ول 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 يا هزت بالخواصر تقتل عاشر عناصر هاي اهلا تحيه وسلام العيون الزعيم الفنان احمد اجبوري احمد اجبوري خالد شيرو مؤسسة الوسامة كين حمود المدراني العيون طارق البيتيوتي أحلى طارق فواكه الفواكه الزينة العنب الزين والرمان الزين والتفاح الزين السلة الرطب أبو يا أبش رطب أستاوي يجرح ويداوي عبد الله الراشدي العيون حارث المعماري العيون علي العبادي العيون علي النعيمي علي النعيمي والعيون حمود البدراني وتسلم على التحية على أهل العلي العيون زبيد العيون زياد السالم خوالي بس خوالي ولاد عمي
زياد اسكانية زياد اسكانية ازويد والنعم والله ازويد وكنا مرجعنا ازويد والاول لهزت خواصر شفت العاشر عناصر والله اشهق نفس بالقوة قلب في صدري متحاصر حاصر ولو لبست ثوب مبسم ادخل رب المبسم والخد عايش اشعالاته مرشوش فوق وسمسم قطع فيها شير ودفع الدهر عذبني فقد عنا لي حبني واللي شد الدهر عذبني فقد عنا لي حبني احمد الشراوي يا حبيبي خلاني مثل التايه بنار الفرقه ذوبني يلا زمانتك يا شيرو